تشيك كويس بالإضافة إبراهيم عادل، كان مميز النهاردة، جاب جونين، وزيزو برضو عمل أساس النهاردة، فده اتحسن على الماتشات اللي فاتت. والله انا شايف ان الاداء كويس ورائع، لان النهارده برضو الفريق كان منظم وكان ماشي بشكل كويس. يعني حتى احنا شفنا ملاحظه على زيزو ما شاء الله بيعمل اسيست كويس وشغال كويس في الملعب. عندنا برضو ابراهيم عادل ما شاء الله دخل جونين وقدرنا ان احنا نفوز بالماتش، ويعني ان شاء الله الاداء ان شاء الله مشرف، وان شاء الله الاداء يبقى فيه تحسن احسن من كده كمان، ويقدر يحقق اي حاجه في الاولمبيات ويجيب ميداليه ان شاء الله لمصر. حاجه تفرح طبعا، ويعني ماتش جميل، وابراهيم عادل عمل ماتش حلو، وزيزو، واتوقع ان شاء الله ان هم يعملوا ميداليه ذهبيه بقى، فضيه، برونزيه، حسب يعني ان شاء الله، يعني يتعبوا شويه بس ويحسوا بالناس ويحسوا الناس عايزه تعمل حاجه، وان شاء الله يبقى ان شاء الله يوصلوا ويجيبوا ميداليه ان شاء الله لمصر ان شاء الله. اعتقد ان المدرب منتخب مصر بيبدا يطلع جيل بجد نقدر نعتمد عليه بعد كده، كون ان احنا نبقى في بطوله اولمبيه دوليه ونبقى بناخد المركز الاول او ترتيبنا يبقى الاول في المجموعه على منتخب كبير، منتخب كاس العالم، منتخب اسبانيا، ده بالنسبه لنا فخر لينا ودفعه. انا عن نفسي متفائل جدا من المنتخب، متفائل ان احنا نوصل لقبل النهائي وهنحقق ميداليه باذن الله. بنشكر المنتخب الاولمبي على الفوز النهاردة وعلى الأداء الرائع اللي قدموه، وإن شاء الله يكون في جديد وإن شاء الله نكون في تطور، وكانت مباراة رائعة الحمد لله وفوزنا، ونشكرهم على الفوز الرائع اللي قدموه النهاردة. إبراهيم عادل، كوكا، أحمد عيد، حتى زيزو، النني كقائد في المنتخب ليه دور لامم اللعيبة، ففي بجد روح حلوة في المنتخب، إن شاء الله يشرفونا في دور أكبر من كده برضو في التصفيات اللي بعد كده. كل الدعم طبعا للعيبة، رجالة وراهم، إحنا كلنا وراهم، والإعلام وراهم، وكل الشعب المصري وراهم، عايزين يفرحونا زي ما بقية الأبطال بيفرحونا كده كل يوم. أتمنى طبعا إن مصر تعمل حاجة كبيرة أوي في البطولة دي، وإن شاء الله إحنا راجعين بميدالية إن شاء الله، وهنرجع إن شاء الله بالميدالية. افتح يا مصر.